السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 30/9/2022 بداية الجولة السابعة من الدوري الأسباني، وعودا حميدا بعد التوقف الدولي اللي دام لمدة أسبوع ونصف أو أسبوعين. متابعين الكرام، اليوم أتلتيك بلباو افتتاحية الجولة السابعة فازت على الميريا 4-0، أحرز الأهداف إنياكي ويليامز في الدقيقة 10، ويهان ترابو في الدقيقة 17، ويليامز في الدقيقة 62، ولاعب ميكيل فيزغا من ضرب الجزاء في الدقيقة 84. غدا بإذن الله تعالى السبت 11/2022 عندنا أكتر مباراة، يعني أهم مباراة مايوركا أم برشلونة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، وإشبيلية أم أتلتيكو مدريد 6:30 مساء بتوقيت مصر. لو عايز باقي التوقيتات وفي نفس الوقت القنوات الناقلة يا ريت تشوف الفيديو اللي هسيبه لك في نهاية الفيديو في هذه المنطقة عن مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الأسباني. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين بعد مباراة اليوم. ريال مدريد ب 18 نقطة، العلامة الكاملة ب 6 مباريات. برشلونة في المركز الثاني ب 16 نقطة، أتلتيك بلباو المركز الثالث ب 16 نقطة. ريال بيتيس المركز الرابع ب 15 نقطة. أوساسونا المركز الخامس ب 12 نقطة، فياريال المركز السادس ب 11 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز السابع ب 10 نقاط، ريال سوسيداد المركز الثامن ب 10 نقاط، فالنسيا المركز التاسع ب 9 نقاط، مايوركا المركز العاشر بثمان نقاط، جيرونا المركز 11 بسبع نقاط، رايو فايكان المركز 12 بسبع نقاط، سيلتا فيجو المركز 13 بسبع نقاط، ختافي المركز 14 بسبع نقاط، اشبيليه المركز 15 بخمس نقاط، اسبانيول المركز 16 باربع نقاط، الميريا المركز 17 باربع نقاط، بلد الوليد المركز 18 باربع نقاط، قادش المركز 19 بثلاث نقاط، وإليتش المركز 20 والاخير بنقطه واحده. متابعين الكرام، بالنسبه لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي البولندي لاعب برشلونه في المركز الاول بثمانيه اهداف، المركز الثاني بورخا لاعب ريال بيتيس بسته اهداف، والمركز الثالث ياغوس باس لاعب سيلتا فيجو بخمسه اهداف، والمركز الرابع فينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد باربع اهداف، والمركز الخامس اليكس برينجور لاعب اتلتيك بلباو بثلاث اهداف، والفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد، وبرايس مينديز لاعب ريال سوسيداد، وفيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، وانياك ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، وخوسيلو لاعب اسبانيول، وابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ولويسا فيلا لاعب اوساسونا، ويهان ترابو لاعب اتلتيك بلباو، ورودريجو لاعب ريال مدريد، وفيدات موريكي لاعب مايوركا، والخاندرو رودريغيز لاعب فياريال، وصادق عمر لاعب ريال سوسيداد. صادق عمر كان بيلعب مع الميريا مع بدايه الموسم، اكيد انتقل بقى. وويليامز لاعب اتلتيك بلباو ايضا عنده خمسة اهداف. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب صناعات الاهداف. متصدر صناعة الأهداف اللاعب جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد صنع ثلاثة أهداف، يتساوى معه لي كان غين لاعب مايوركا، وبالدي مارتينيز لاعب برشلونة، ولاعب جيلامون لاعب فالنسيا، والمركز الثاني صنع هدفين أنسو فاتي لاعب برشلونة، وأوريان تشاوميني لاعب ريال مدريد، ودافيد ألابا لاعب ريال مدريد أيضا، وجوليس كوندي لاعب برشلونة، وميكيل مارينو لاعب ريال سوسيداد، ودي كارلوس ماركوس آسف لاعب اتلتيك بلباو، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونه، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه، ورودريجو لاعب ريال مدريد، وسامويل تشيكويز لاعب فياريال، ويونس موسى لاعب فالنسيا، وروبرتون لاعب الميريا، وتشو لاعب ريال سوسيداد، وويليامز لاعب اتلتيك بلباو. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.